اسم بالخير؟ الاسم بالخير. أني أم أحمد من بغداد. أم أحمد من بغداد، يا هلا بيك وبأحمد وبغداد، أهلا وسهلا. أم أحمد انطيني رقم اختارين من الكرش، تختارين يا رقم؟ والله الصراحة الأولاد قالوا اختاري رقم 10 لأن أم بي سي العراق 10 على 10. الله الله الله، أم بي سي 10 على 10، شو تشوفون على أم بي سي العراق؟ شو تشاهدون؟ والله حاليا بشهر رمضان عسل مسموم. حلو. وصامي الذهب. حامض حلو. الله. برامج هي كلها حلوة. شكرا جزيلا. هو خان الذهب فعلا الان الجمهور كله دا يشاهده، وايضا عسل مسموم رائع. واكيد برنامجك اكيد ما ننسى. الله يخليك تسلمين. احنا موجودين حتى نفرحكم ونريحكم بعد الدراما العنيفه، هنا قتل وهنا غيره وهنا ما ادري شنو، مو صحيح؟ صحيح. العراقيين محتاجين للفرحه. صح. الله يخليك، شكرا ام احمد. ام احمد اعطيني رقم الان يلا. نعم رقم 10. رقم 10 لام احمد، يا كره افتري 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 افتري. يلا 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 يلا.